السلام عليكم يا جماعة، حبيت بس أشرح لكم البايبس بول اللي عندنا اكسرسايز 3 على السريع عشان يكون عندكم فكرة عدلة عن كيف ترسمونه. أول شيء هذا هو الايسومتريك، إذا تشوفون شي شكل البايب من برا المفروض يكون. فأول شيء بنروح للفرونت فيو، هذا بيكون الفرونت فيو عندنا. هني عندنا تو سوليد لاينز، السوليد لاينز هذيله لأن عندنا فلت هني نفس كيرف. زين لو مثل ما تشوفون كيرف هني، ففي الفرونت بيكون عندنا سوليد هني وهني، ونفس الشيء هني ونفس الشيء على صوب. هذا اللي عندنا سوليد لاين هني لان عندنا كيرف هذا حق البايب، البايب كيرف دي اي طبعا، فهذا الكيرف عشان تي حاطين سوليد هني وسوليد هني. ونشوفها بس من داخل الهيدن لاينز على السريع. هني عندنا هالهيدن لاين اللي داخل الكيرف دي اي، هذا مال البايب نفسه من داخل، يعني لو تشوفونه من داخل البايب في له ثيكنس، فلان هني هولو فاضي هذا لازم نحط له هيدن لاين، وهني يستوي هني في ماتيريال يعني تمام. فهذا الفرونت فيو، ومن فوق هني وعلى اليمين هني من داخل في عندنا كاونتر بور مكان حق السكرو وثرو هول. انزين فمن فوق شي شكله تقريبا. انزين فمن الفرونت فيو هذا بيكون كله هيدن، هذا كله هيدن. وهني بعد عندنا اليسار وعلى اليمين او فوق بالاصح وعلى اليمين عندنا هيدن لاين خفيفه هني، هالهيدن لاين حق هالكيرف اللي عندنا هني لان الدويره عندها كيرف يعني من هني لهني. خلني بس اراويكم اياه، لو تشوفون جاينا له كيرف انه جاي من داخل لبرا، من داخل لبرا. ففي الفرونت فيو بيحطون له هيدن لاين كذي، بيروح لفوق ولتحت هني تمام. فهاي الفرونت فيو. الباك نفس الشيء بالضبط، الفرق الوحيد بين الباك والفرونت الاورينتيشن، يعني هذا من فوق لتحت يمين، هذاك بيكون من فوق لتحت يسار الرسم فيه، لكن كل الفيتشرز اللي داخلهم نفس الشيء. واذا رحنا للسايد، للسايد هني هالفيتشرز اللي فوق نفس الفرونت بالضبط، ما في شيء يتغير. هني الخط هذا لان في كيرفتشر فبيكون سوليد، هذيل الخطين اللي داخل الهيدن لاينز مال الهولر البايب من داخل يعني، لان هني في ماتيريال ومن داخل فاضي. هني مثل ما تشوفون زين، هذا الحين اول شيء بس اراويكم هاي اللفت سايد اللي قاعد اتكلم عنه انا الحين. هذا اللفت سايد مثل ما تشوفون هني عندنا هيدن لاينز، هني عندنا هيدن لاين بعد السيركلز، هذه الهيدن لاينز والسيركلز يعني هيدن من هني، ولكن اللي في النص سوليد. براويكم ليش الحين، بس اراوي الفول فيو. هذا لو تشوفون من تحت هني نقدر نشوفه، وهل تو هولز نقدر نشوفهم. حلو، هني بعد لو تشوفون المربع ما نقدر نشوفه يوم يروح هني فيستوي هيدن تمام. فكل اللي نقدر نشوفه هو هذا سوليد من هني لهني، نقدر نشوف هالحفرتين ونقدر نشوف المربع لين هني بس، يعني من ورا هني ونشوفه فيستوي هيدن تمام. فلو نروح نشوفه بعد مرة، الحين عرفنا ليش هذا هيدن وكل هالدواوير هيدن. هالدويرة مال برا هيدن، لكن مال داخل لان ثرو هول يكون سوليد، وهني بس نصه من تحت سوليد والنص من فوق هيدن، والدواوير الداخل كلها هيدن. خلنا نروح للرايت سايد، نفس الشيء بالضبط، ولكن السوليد والهيدن تقريبا يعني ينعكسون في بعض الاشياء. الحين لو نشوفه كذي تشوفون نقدر نشوف هالهول، نقدر نشوف هذا، نقدر نشوف هني كلهم الهولز اربعتهم نشوفهم من كل صوب، نقدر نشوف السيركل الداخل الاولي والثاني وين في الكيرف، فهذا يستوون سوليد. ولكن ما نقدر نشوف السيركل هذا اللي ورا هني المتين، انزين السيركل ما يبين عندنا، فهذا بيستوي هيدن. ومن فوق طبعا نفس الشيء، ولا شيء يتغير هني، يعني شوفوا هذا السيركل هيدن هني، بيكون هذا هيدن من داخل، ومن برا بيكون سوليد لان نقدر نشوفه من برا، لكن يوم يجي ورا المربع هذا يستوي هيدن. هني من داخل يتم هيدن، الدويرتين داخل سوليد والدويره اللي برا هاي هيدن تمام. فبس بعد مره نقارن ورا لقدام على السريع، لو تشوفون من ورا هني انزين هذا سوليد كامل لان نقدر نشوفه من برا، وهني هني سوليد بس من فوق ويستوي هيدن. المربع من هني سوليد من فوق،
لكن من الصوب الثاني هيدن من فوق، والدواوير تنعكس اللي هني سوليد من تحت بس، هني هيدن كامل، هيدن اللي في النص، الصوب الثاني مو بهيدن، هم سوليد لكن الورا كامل هيدن، والباقي يعني مفهوم النقطة. نروح للتوب فيو والبوتم فيو. انزين التوب، هذا التوب انزين بيكون عندنا تقريبا نفس السايد فيو، ولكن الاورينتيشن بدال من فوق لتحت بقاعد يستوي لك من يسار ليمين. فهني اول شيء اذا نشوفه من برا نفس الشيء بالضبط، هني عندنا دويره دويره، هذا السوليد اللي وراه ما نشوفه فبيستوي دوتد لاين، هذول كلهم نشوفهم فكله سوليد. وعندنا الكيرف هني لو تشوفون عندنا دويره مال داخل ما تبين فبتكون هيدن، وهني هذا السوليد بس لين ما يكمل هني يستوي هيدن. لو تشوفونه كذي الحين تشوفون هذا استوى هيدن، البايب مال داخل كله هيدن، هذا هني بالضبط نفس التوب بالضبط نفس السايد والفرونت عفوا، هني هيدن، هاد دويري بعد هيدن، تمام، وكل شيء ثاني تقريبا سوليد. حلو، اذا رحنا للبوتم ينعكس الموضوع، هني الهولز هذيل لانه يبينون بيكونون سوليد، لكن كل الباقي بيستوون هيدن، والسايد هني كامل يستوي سوليد لانه يبين، حتى هني يستوي سوليد لانه يبين، وهاي الدويرة من النص هني يستوي سوليد لكن هني يستوي هيدن، نفس فكرة السايد فيو بالضبط، لان احنا نقدر نشوف هني السايد مال الدويرة لكن الورا هني ما يبين فيستوي لك هيدن، وكل شيء ثاني داخل هني يستوي هيدن، بس هذيل الاثنين سوليد الباقي كله هيدن. حلو، ومن فوق هني هذا سوليد نفس الشيء نفس كل الباقي الرسمات، وهني بعد نفس باقي الرسمات كل شيء سوليد والهيدن نفس الفرونت نفس السايد. تمام، الله يعطيكم الصحة والعافية وبالتوفيق ان شاء الله.